ولتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو قرداغي. أهلا ومرحبا بك أستاذ شاهو. بداية، كتلة سائرون تقول إنها توصلت مع كتلة الفتح لحلول لجميع المشاكل المتعلقة بالتشكيلة الحكومية، إذن لماذا لم يعلن عن اسم وزير الداخلية حتى الآن؟ تحياتي لكم. حقيقة المشاكل والعوائق التي وقفت أمام البناء وأيضا الطرف الآخر كان التدخل الإيراني فيها حاسما بعودتهم إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على تشكيل الحكومة وإكمال الكابينة الحكومية، لأن طهران في الوقت الحالي تحتاج إلى حكومة مكملة حتى تستخدم العراق لاستنزاف ثروات العراق وأيضا استنزاف العراق في سبيل مصالحها وتخفيف العقوبات عليها، وبالتالي وصلوا إلى اتفاق. ولكن الآن الإشكالية في اسم وزير الداخلية، حيث أن الجولة التي قام بها الفياض إلى دول المنطقة والتعهدات التي وعدها حتى للمملكة العربية السعودية بعدم المساس بمصالحها في العراق، يعني يؤشر على أنه هو أوفر حظا لأخذ هذا المنصب. ولكن قد يكون هناك إلى الآن مشاكل بين الطرفين لم يتفقوا على حلها، وبالتالي لا يتم تقديمه كمرشح توافقي من كافة الجهات، إلا أنه بشكل عملي هو أصبح أقوى شخص أمني داخل العراق، وزياراته الخارجية ومشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء وأيضا اجتماعاته الداخلية وزيارته إلى الأماكن الميدانية يؤشر ويدليل على أنه أصبح الرجل الأقوى حتى لو لم يحصل على هذا المنصب. النائب حنين القدو يقول إن النواب يتوقعون تمرير فالح الفياض كوزير للداخلية في جلسة يوم السبت المقبل. برأيك، يعني على رغم كل الخلافات على تسمية وزير الداخلية، هل يمكن أن يمرر اسم الفياض؟ بلا شك من المؤكد أن الأطراف السياسية وخاصة من يعترض على اسم الفياض أيضا تبحث عن المصالح ولا تبحث عن تحقيق المصلحة العامة من هذا الموضوع. الآن هناك أطراف يخشون أن يتم توجيه اللوم على الكابينة الحكومية، عدم استكمال وزارة الداخلية وجعلها سببا لعودة التدهورات الأمنية وعودة المشاكل الأمنية في العديد من المناطق في العراق، وبالتالي لهذا السبب يريدون الاستعجال في تنصيب أو اختيار مرشح توافقي لوزارة الداخلية، والضغوط الخارجية تلعب دورها الرئيسي في تنصيب هذا الشخص الذي دائما كان مواليا لإيران وزارة الداخلية لأهمية هذه الوزارة، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء الأطراف السياسيين أن يقبلوا بمرشح غير متوافق مع الأجندة العراقية في العراق. والآن الشخص المناسب والقادر على أن يقوم بهذا الدور هو فالح الفياض بلا شك. يعني من يدفع برأيك لتمرير اسم الفياض؟ بمعنى آخر، من له اليد الطولة في تحريك المشهد السياسي في العراق؟ بلا شك أن الأطراف السياسية العراقية التي تؤيد اسم الفياض وتدفع بهذا الاتجاه هي الأطراف القريبة من إيران، وأيضا الفياض معروف بتوجهاته، وبالتالي إيران وراء دفع ودعم وضع الفياض في هذا المنصب. والآن مثلما قلنا يعني له دور أكبر من الدور المنصب الذي هو فيه، ولكن كل هذا السبب بسبب الدعم الإيراني، وأيضا عرقلت وضع وزير الداخلية رغم الأوضاع الأمنية السيئة هو المسؤول عنه إيران والأطراف القريبة من إيران، في سبيل وضع شخص يتفق مع الأجندة الإيرانية ويقوم بتسهيل مرور الأجندة الإيرانية في العراق. كيف ترى قرار المحكمة العليا بوقف التصويت على مرشح وزارة الدفاع؟ وهل سيفرض أو سيفرض فيصل الجربة على وزارة الدفاع كما يراد للفياض؟ بلا شك أن هذا الأمر أيضا متعلق بالخلافات السياسية الموجودة بين الأحزاب السياسية، ولا يمكن التعويل على القرار المحاكم التي هي ليست أقرب من قرارات قانونية، بل هي أيضا تصدر حسب توجهات سياسية وحسب ضغوط سياسية لما للتاريخ الذي تشكلت عنه هذه المحاكم، وبالتالي هذا الأمر أيضا ممكن في حال وجود إرادة خارجية تريد أن تفرض شخصيات معينة بغض النظر عن كفاءتها وقدرتها، بل بسبب ولائها
للدولة الخارجية لإيران، وبالتالي تقوم بكل جهودها لوضع شخصيات تتناسب مع أجندتها داخل العراق بغض النظر عن مصلحة العراق أو مصالحه من ذلك. نعم، كان معنا الباحث في الشأن العراقي سيشاه القرداغي، شكرا جزيلا لك.